وبالانتقال إلى متعلق من متعلقات موضوع كورونا وما يطلق عليه ب كوفيد طويل الأمد أو طويل الأجل، إذ تستمر بعض الأعراض لدى بعض المصابين حتى ربما أنه تفوق عدة أسابيع ويمتد إلى بعض الشهور. واحدة من هذه القضايا اللي في الفترات الأخيرة صرنا نشوف تعليقات بعض الناس حولها موضوع الشم والتذوق. بعض المصابين يفقدون القدرة على الشم والتذوق، أو خلينا نحكي بأنه هو ممكن يسترجع الشم والتذوق ولكن مش كما كانت في السابق. فما أسباب ذلك؟ أحد المجلات العلمية قبل أيام كشفت عن السبب. طبعا هو ما كان معروفا بأنه أو كان التنبؤ والحديث عن أنه ناجم عن تلف الخلايا المصابة في جزء من الأنف يسمى الظهار الشمية، وهي خلايا عصبية تساعد الإنسان على تحسس المواد الكيماوية وبالتالي تشكل حاسة الشم. ولكن الآن الحديث يتجه نحو مزيد من التفصيل وبتكلموا عن عوامل وراثية في هذه الدراسة. وأيضا تشير الدراسة إلى أن النساء أكثر عرضة في هذا الموضوع فقدان الشم من الرجال، وأن الأشخاص من ذوي الأصول الشرق آسيوية أو الإفريقية بحسب الدراسة أقل عرضة كذلك في فقدان حاستي الشم والتذوق. عموم هذا الموضوع نتابعه مع دكتور حسام أبو فرسخ، استشاري الأمراض السريرية والنسيجية. دكتور حسام مساء الخير. أهلا، مساء النور، أهلا فيكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني يا دكتور، من خلال المتابعات نلاحظ بأن عددا من الذين أصيبوا بكورونا فقدوا الشم. الآن مسألة أنه يرجع، في ناس برجع لهم، بس في ناس عندما يعود إما أن يعود متأخرا وحتى لما يعود يكون ضعيف. هل مع مرور الوقت يمكن أن تسترجع حاستي الشم والتذوق بشكل كامل؟ هلا الكورونا السابقة اللي هو سلالة دلتا وألفا وغيرهم كان له قدرة أكبر على الالتصاق بالمستقبلات الـ ACA2 receptors اللي هو المستقبلات ACA2 اللي هي موجودة بعدة أماكن في الجسم، ومن الأماكن اللي كانت موجودة منها وموجودة منها هي الخلايا الداعمة للخلايا الشمية. يعني الخلايا الشمية في حوالي 4 أنواع من الخلايا. في الخلايا الشمية تكون والعصبية تكون الأشياء الأساسي فيها، لكن حتى هذه الخلايا توصل بينها الإشارات. كان هنا في هناك خلايا داعمة تدعم الخلايا الشمية حتى تكون زي البناء اللي له أعمدة، فهذه كانت الأعمدة تاعت البناء. فكان الفيروس يهاجم هذه الخلايا الداعمة، وبالتالي الإشارة العصبية لا تنتقل بسلالي أو قد لا تنتقل بسلالي إلى من الخلايا إلى الدماغ. فإذا كانت هذه الخلايا كان الإصابة قوية عليها الخلايا الداعمة فإنها تتكسر يعني وقد تموت. فعادة هذه الخلايا مثل غير الخلايا الشمية تستطيع الجسم أن يكون غيرها، لكن تكوين غير هذه الخلايا يأكل عادة مدة. إذا كان عددها مثلا عدد اللي مات 70% يأخذ مدة أطول من لو كان عدد الخلايا التي ماتت مثلا 10%. فهذا الذي كان يفسر لماذا يتأخر بعض الناس في الرجوع إلى الشم والتذوق وبعض الناس يظل موجود، إنه عدد الخلايا التي تأثرت نتيجة هجوم الفيروس عليها أكثر من غيرها. كم هذه المدة يا دكتور؟ نعم، كم هذه المدة؟ هذه المدة تختلف. يعني هناك بحث كبير بين انه حوالي 10% تقريبا 11% 10% قبل هذا البحث، انه بعد سنه يبقى عندهم فقدان الشم والتذوق. هذا نعرفه منذ بدايات الكورونا، انه بعد مرور سنه لا زال هناك بعض الناس يعانون من فقدان الشم والتذوق. لماذا اذا كانت هذه الخلايا الداعمه التي ماتت كثيره فإنها مثل البناء، إذا تكون الأعمدة تاعته مهلهلة وكسرت فإن البناء سيسقط، فيؤدي ذلك إلى موت نتيجة ثانية، موت الخلايا الشمية. والخلايا الشمية هي الخلايا العصبية، إذا ماتت حقيقة صعب جدا أن الإنسان يسترجعها مرة ثانية، لأنها لا تنقسم ولا تتكاثر الخلايا العصبية مثل الخلايا الداعمة التي تتكاثر وتنقسم بسهولة ويسر. فوجدوا أن السبب
الكبير لماذا الخلايا الداعمة هذه أو خلايا الشمية تموت، وجدوا لها علاقة، هل العلاقة هذه مش معروف تفاصيلها بالضبط وكيف يؤثر عليها، لها علاقة بجينين معينين لأحد الكروموزومات. فإذا كان الإنسان عنده طفرة بهذين الجينين فمعناته هو معرض أكثر من غيره بوجود فقدان للشم يعني لمدة طويلة، وقد تكون طويلة أكثر من يعني أكثر مما متوقع. وقد تكون هلا نحن لا نستطيع أن نحكم الآن أنها والله ستستمر سنوات، لأنه كل الموضوع مصلوش سنتين، لكنه ممكن فعلا الناس يتأخروا، وقد بعض هؤلاء الناس يسترجعوا، بعضهم قد لا يسترجع إلى مدة طويلة. طيب الآن يا دكتور، يعني فهمنا أنه في موت للخلايا الداعمة وفي موت للخلايا العصبية. إذا كان موضوع الموت للخلايا الداعمة فهو بحاجة إلى وقت، طب إذا ماتت الخلايا العصبية؟ هذا الذي نقوله، إذا ماتت الخلايا العصبية يعني يأخذ وقت أطول بكثير، وصعب جدا أنها تسترجع كاملة يعني. فهذا الذي يحدث عادة عند هؤلاء الناس، وهذه حقيقة مشكلة. يعني الآن بدأنا نكتشف أنه هذه ليس كما نظن، كنا نظن صارت هو حوالي 70% من الذين يصابون بالكورونا سابقا كانوا يعانون من هذه المشكلة. الآن بالأوميكرون يعني الحمد لله نسبة الذين يعانون أقل بكثير، نتيجة أنه صار تحول كبير. طيب جدا إذا 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 ما تم الحسم بأن الموضوع موضوع خلايا داعمة أو موضوع خلايا عصبية، هل يمكن إيجاد علاجات مستقبلا، وهل يمكن أن تعالج بأثر رجعي؟ هذا سؤال حقيقة صعب أن نجاوب عليه الآن. يعني إذا كان الخلايا الداعمة ماتت أكثر مما يعني يستطيع الجسم أن يستوعبها، فممكن أنه تؤدي إلى موت خلايا داعمة، إلى أنه زي ما وصلت لك إياه، يعني إذا كان كسرت الأعمدة تاعت البناية فأخذتها البناية راح تنهار. أما إذا كان الخلايا الداعمة لا زال هناك بعض الأعمدة تقوم عليها، ممكن أنه ترجع حاسة الشم تدريجيا. هذه الأمور حقيقة صعب جدا أن نحكم هل هناك علاجات أو لا، لأنه نحن الآن لازلنا نعاني من الكورونا، ولجات الكورونا هي التي تشغل العالم. لكنه أنا أعتقد أنه في المستقبل، على فكرة يعني علم الشم والتذوق يعني زاد كثيرا جدا في وجود الكورونا، لأنه أعطانا معلومات لم نكن نعرفها من قبل. فلا أستبعد أنه قد تتطور المعلومات وتتطور الأبحاث، بحيث أنه كثير من هذه حتى تفيد الناس الذين يعني فقدوا الشم أو الذوق لأسباب أخرى. طب ألا يمكن القياس دكتور على التهابات فيروسية سابقة؟ يعني هو كان الغريبة أنه يعني أنا راجعت الكورونا السابقة حقيقة لما جاءت هذه الأعراض، الأعراض الكورونا السابقة لم تكن بهذه، لم تكن تؤثر على الخلايا الشم والذوق. يعني الميرس اللي هو صار بالسعودية ب 2013 والسارس اللي صار بجنوب شرق آسيا 2003 لم يكن هذا جزء منه، وهذا يفسر. يعني أنت هلا شوف مثلا الأوميكرون لا يؤثر كثيرا على، مع أنه نفس الكورونا، لأنه صار تغيير بالسبايك بروتين. وهو لما يصير تغيير بالنتوء الشوكي بالبروتين الشوكي تغيير كبير، لا ليس التغيير الذي يستطيع فيه أن يهاجم الACE2 مستقبلات الACE2، فإنه لن يتأثر فيها. كانت الفيروسات السابقة تؤثر قليلا على الشم والتذوق، لكن أعتقد ما كانت تأثير نتيجة المستقبلات. يعني إحنا اللي بصاب بإنفلونزا أو بصاب رشح بحس إنه الشم والتذوق عنده اختلف، لكن لا، بالكورونا ليس اختلاف الشم والتذوق، هو انعدام تام للشم والتذوق. وهذا مختلف عن الاختلاف، لأنه كانت الفيروسات السابقة تؤثر على الشم والتذوق نتيجة وجود سوائل أو نسميه إديمة بالخلايا، يعني الخلايا تكون منتفخة وبالتالي لا تستطيع أن توصل الإشارة العصبية بسهولة. يعني لكن هذا يعني لا، نقول بأن الخلايا الداعمة هنا التي تأثرت. الكورونا السابقة حقيقة ألفا ودلتا والكورونا الأصلية. يعني يمكن أن نقول بأن الأمور مفتوحة، ربما أنه مستقبلا يتم تشخيص الأمور بصورة أدق، وبالتالي ينبني عليها علاجات، ويمكن أنه لا نحكي بأنه يعني توقعي أنا للموضوع أنه سيقسم الناس إلى ثلاث أقسام. ناس سيستعيدون بطبيعتهم لكن ببطء الشم والتذوق، نتيجة أنه الخلايا الداعمة بدأت ترجع إلى وضعها الطبيعي وبدأت تأخذ المكان الصحيح لها بين الخلايا الشمية.
ناس سيسترجعون بعض الوقت لكن لن يسترجعوا كل شيء، واعتقد انه ستبقى فئه قليله، هي قليله جدا، سيفقدون الشم والتذوق الى الابد تقريبا. ويمكن لفئه اخرى بان تسترجع ولكن ضمن اطار معين، لا تعود بشكل كامل. يعني هذا الفئه الثانيه، يعني الكلام انه الفئه الثانيه نص نص، يعني سيسترجعون جزء لكن لن يرجعوا لطبيعتهم. لكن اعتقد ستبقى فئه اللي هم تلي الخلايا الشميه تاثرت الى درجه كبيره جدا بحيث انه الجسم لا يستطيع ان يكاثرها ويرجعها الى طبيعتها، ستبقى هناك فئه لكنها ستكون اقل بكثير من الفئه الاصليه التي تاثرت. وهذا اعتقد برضه سيكون له علاقه بالجين، نحن اي جين لما يصير في طفره باي مرض احنا عندنا في ايش اسمه مده او كميه ظهور الجين، يعني مش كل جين مع انه نفس المرض يؤدي الى نفس قوه المرض، يسموه بالانجليزي ليفل اوف بينترنس، يعني كم هو ظاهر. فممكن يكون الجين بعض الناس عندهم هذا الجين كميه قليله يؤدي الى موت بعض الخلايا، لكن في ناس ممكن تكون كميه الجين الطفره كبيره جدا بحيث انها تؤدي الى موت تقريبا كل الخلايا ان لم يكن معظمها. يعني طب دكتور، هو يعني من حيث التشخيص مش ممكن هذا الموضوع ينعرف انه هذا فلان قديش فقد من هذه الخلايا؟ هذه تريد يعني فحوصات خاصه للشم وفحوصات خاصه يعني الاجهزه العصبيه. اكيد في بعض الفحوصات احنا عندنا في بعض حتى بعض الفحوصات الاشعه تعتمد على الفسيولوجي مش بس على التشريح، يعني تعتمد على الفسيولوجي، فيمكن هذه الامور، لكن هذا تريد حقيقه يعني اعتقد بدها اماكن متخصصه في هذه في الشم والذوق. احنا بنعرف سابق من حقيقه لم يكن الشم والذوق يحتل نقطة مهمة في العلاجات، لذلك لا تجد مثلا أطباء متخصصين بالشم والذوق في الأردن مثلا، لكن وحتى بالعالم عدد الناس اللي متخصصين فيها قليلين جدا لأنه عدد الأمراض اللي كانت تصيبها قليل كثير. الآن مع الكورونا أعتقد أنه سيكون هناك تخصص كما نجح التخصص بالأنف وأذن والحنجرة، قد يكون جزء من هذا التخصص بالأنف وأذن والحنجرة تخصصات بالشم والذوق جزء منها، هذا أتوقعه توقعا مستقبلا يعني أنه سيحدث. نعم دكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض السريرية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أهلا بك.